مرحبا. ما في أزعج من البرغش بأيام الصيف، كيف ما قعد الواحد إذا كان بالبيت أو بجنينة أو على شط البحر بيتعقوس بالبرغش، وكل الناس بتنطر سيارات الكبيرة اللي بترش المناطق بالمبيدات على أمل إنه يخف عدد البرغش. ولكن الغاز يلي بيستعملوه لمكافحة الحشرات له تأثير سلبي على البيئة وعلى صحة الإنسان، لأنه بيتركب من مواد كتير سامة عم تنشقها وعم بتأثر على الجهاز العصبي والتنفس للإنسان. كرمال هيك صار لازم نلاقي بديل عن استعمال هالمبيدات الضارة. وبالعودة لطقسنا، أجواء صيفية مستقرة عم بتسيطر على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط، أما الحرارة معتدلة نهاراً وبرودة ملحوظة ليلاً وغيم على المرتفعات، أما الرطوبة عالية عم تتخطى 80%، الرؤية متوسطة، البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة 130 درجة. حضروا مشاريع حلوة للويكند. اليوم طقسنا بلبنان غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة اللي عم تتراوح بيروت بين 23 و 32 وفوق جبال بين 20 و 26 وبالأرز بين 13 و 21 وبالبقاع بين 16 و 33 وبجنوب بين 17 و 27 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ تحديداً من عكار، حيث عم بتسجل عكار 18، طرابلس 27. إذا على الساحل معدل درجات الحرارة عم تتراوح بين 27، ومن بعدها بننتقل لبنت جبال 23، نبطية 23، بيت الدين 25، 26، ببرمينا، بعلبك 24، القرز 16، والهرمل 28 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 50 و80%، حرارة سطح الماء 30 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، والرياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم بكرة وبعد بكرة؟ خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 20 و32، وبكرة بين 20 أيضا و32، وبيرجع الطقس إلى مشمس كليا نهار التنين، وبتتراوح بين 19 و31 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا صنعاء 20، القدس 24، القاهرة 29، طرابلس 33، وأخيرا روما 23، ولندن 15 درجة. وهيدا كمان جونا، بس خليكن معنا لتتابعوا باقي برامجنا.